قال لك بقى شاومي نازله بجهاز جديد اسمه الكي 40 جيم انهانسد اديشن او نسخه الالعاب المطوره. تعالوا بقى نعرف تفاصيل اكتر عن الجهاز اللي طلع فجاه ده، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اجيبها لهم ازاي دي؟ شاومي شاومي ده غسيل اموال، ده شكله غسيل اموال. اي حد يجيب اي جهاز من شاومي بعدها بكام شهر ينزل جهاز يندمه انه جاب جهاز من كام شهر، واخرهم طبعا الكي 40 الجيم انهانسد اديشن او نسخه الالعاب المطوره اللي هتعمل فرقعه كبيره جدا لما تنزل. قال لك بقى ان شاومي كانت نزلت على الحساب الرسمي الخاص بيها على موقع سينا ويبو، وده موقع صيني كده، اعلان صغير كده عن الكي 40 الجيم انهانسد اديشن، وكان ظاهر بصراحه من الاعلان انه حاجه شياكه جدا وعلى وضعها. نقدر نقول ان الموبايل عباره عن ميكس لذيذ كده ما بين جزئين، جزء موجه للناس اللي بتاعه الالعاب او الناس اللي بتحب الالعاب او الناس الجيمرز بقى تقال جدا، لكن في نفس الوقت مش علشان هو موجه للجيمرز ما ينفعش تطلعه الا لو هتلعب مثلا. شاومي بتقول ان نفس ذات الموبايل تقدر تستخدمه عادي جدا لان واجهته شيك بصراحه، هم صادقين في حته زي دي، وفي نفس الوقت جاي بمميزات عاليه جدا، جاي فيها مميزات ال5G ده غير شويه فيتشرز جميله ولذيذه كده. فبالتالي هو عباره عن تجربه بتجمع بين كل ما هو لذيذ في حته الالعاب خصوصا في التصميم، لكن في نفس الوقت التصميم ما راحش للالعاب على حساب الواجهه او على حساب الشكل، هو جاي برضو في الشكل بيدي كده ستايل لذيذ خاص بيه. خلينا نبدا بالجزء المشترك بينه وبين اي موبايل تاني، وهو مميزاته كموبايل عادي يعني تقدر تستخدمه في حياتك العاديه. الشاشه هتكون 6.67 انش وهتكون فول اتش دي بلس، هتكون الشاشه اموليد، وهيكون تردد الشاشه 144 هرتز، ودقه الشاشه هتكون 2400 × 1080. بالنسبه للكاميرا الخلفيه الاساسيه فهي متوقع انها تكون من سوني بدقه 64 ميجا بكسل، وخليك فاكر حته الكاميرا علشان هنرجع لها في حته روشه بعدين. البطاريه هتكون باستيعاب 5000 ملي امبير، وهيكون معاها شحن سريع بقوه 67 واط، وطبعا الجهاز هيكون جايب معالج ميديا تك دايمنستي 1200، والشركه بتقول انه حقق في انتوتو 724495 نقطه، والمفروض على الورق ان هو هيكون اقوى من معالج سناب دراجون. وبكده خلصنا مميزاته ومواصفاته في الجزء اللي على اعتبار ان هو زيه زي اي موبايل عادي، لكن ناقص حاجات بسيطه زي انه مثلا في التصوير هيكون عندك في الوضع الليلي البانوراما نايت شوت مود، وطبعا المعالج جاي عامل فيها شغل عالي جدا، يعني مثلا الكاميرا هتكون بتلقط صوره ضلمه الى حد ما لكنها بتطلعها منوره جدا والمعالجه فيها عاليه جدا، ده غير ان عندك شويه اوضاع في ال5G زي مثلا الاليفيتر مود او وضع الاسانسير، وعندك شويه اوضاع تانيه غيره طبعا. والبطاريه هيكون فيها وضع ال5G الترا سيف، وده طبعا بجانب الشحن السريع وبجانب القدره بتاعتها اللي هي 5000، فبالتالي هتكون عظيمه جدا وهتعيش معاك بشكل كبير جدا. وبكده نكون غطينا تقريبا كل ما له علاقه باستخدام الموبايل ده كموبايل عادي. نيجي بقى للجزء الخارق والجزء اللي عجبني جدا، وهو استخدام الموبايل كجيمنج ستيشن او جيم سبيس او للناس الجيمرز. وهنا شاومي حاطه في الموبايل شولدر بوتنز وكمان حاطه فيه سلايدرز، السلايدرز دي انت بتدوس عليها علشان يفتح لك الشولدر باتنز. الشولدر باتنز دي ما بتكونش طالعه، ما بتكونش بارزه، ما تقدرش تستخدمها غير لما تدوس على الزرارين دول، والمفروض اللي ظاهر من الاعلان انك لما بتدوس على الزرارين دول اللي هم السويتش دول او السلايدرز بينقلك على الجيم سبيس، ودي حاجه كده يعني منصه خاصه بالالعاب اللي هو انت بتدوس عليها علشان تحول الموبايل من مجرد موبايل عادي لموبايل جيمنج بقى اللي هو استعد معايا. فاكرين لما اتكلمنا على الكاميرا وقلنا عايزين نركز في حاجه زي كده؟ تصميم الكاميرا نفسه بقى جاي فينا لما بتدوس على السلايدرز دي بينور LED في الكاميرا نفسها بحيث انه بيدي شكل روش جدا. وطبعا الموبايل هيكون فيه وحده تبريد علشان الموبايل ما يسخنش منك بشكل مبالغ فيه لما تكون بتتقل في الالعاب شويه. واخيرا بقى الاعلان عن الموبايل ده هيكون يوم 27/4 الحالي، وهيكون الموبايل باسم الكي 40 جيم انهانسد اديشن، ده في الصين، بينما هينزل في الهند باسم البوكو اف 2، وللاسف حتى الان مفيش اي اخبار عن نزوله في الشرق الاوسط او اي حاجه زي كده، لكن ما نستبعدش ان شاومي تنزله بعدها على طول في الشرق الاوسط باسم تاني زي الريدمي 11 مثلا او حاجه زي كده. ودي كانت نهايه الحلقه، ما تنساش تعمل لايك لو عجبك، وعندك زرار الاشتراك ممكن تدوس عليه علشان تتابع اخر الاخبار اول باول، وشكرا على المشاهده، نلقاكم على خير.